بلبنان نقدم نشرة أخبار الثامنة والربع مع تحيات ريتا أسعد، دعاء حمصي فرح، والمخرج رودريك نمنم. البداية أولا مع العناوين. الدولار يفقد عقاله ويحرق الليرة، وسلامي كبش محرقة السلطة، وبول مرقص لصوت لبنان. الحاكم مش موظف تحت سلطة وزير القانون، محكوم بالاستقلالية اللي عنده إياها، لكن محكوم أيضا بالتعاون مع الحكومة. مجلس الوزراء يناقش تدابير للتحقيق الضريبي الداخلي والخارجي، وهيئة التحقيق الخاصة تمتنع عن تزويد عويدات بأسماء حولوا أموالاً إلى الخارج. احتجاجات أمام مصرف لبنان ومطالبة بإسقاط الحاكم وقطع طرق ليلاً. كورونا لبنان 688 إصابة وأربع إصابات في مخيم الجليل، وشكوى متجددة للمغتربين من جدول رحلات العودة. اليوم أول أيام رمضان المبارك في لبنان وعدد من الدول العربية. صحة الدولار بخير طالما أن انتفاخه الكبير دليل مثبت. صحة الليرة ليست بألف خير، أصيبت بكورونا الدولار وظهرت عليها حالات الإعياء وكل العوارض القاتلة. وصحة الناس من صحة الليرة، عنوانها الفقر والجوع والشارع مجددا. الدولار الذي لامس 4000 ليرة خارج أي مضبطة اتهام تضع حدا لعربدته المفرطة. في الواجهة اليوم استهداف حاكم مصرف لبنان وسياساته في معركة يتقدم فيها العهد والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي في محاولة للتنصل والهروب من تحمل مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية وتحميلها حصريا للحاكم، وقد مهدوا لذلك بتحريك الشارع ليلة أمس في بيروت والمناطق. فرمي الكرة في مرمى سلامي له هدفان يحملان طابعا تغييريا في مضمون السياسات المستقبلية ومن سيتولى الحاكمية وسط شهية عدد من الأطراف للإطباق على مواقع السلطة المالية، وهو ما سيتظهر من كلام رئيس الحكومة حسان دياب المرتقب الذي مهد له بالإعراب عن استيائه من تعميم مصرف لبنان التي قال إنها تفتقد إلى التنسيق الكافي مع الحكومة. ونشير في مستهل النشرة إلى أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك في لبنان، وعدد من الدول العربية أعاده الله على وطننا والعالم بالخير والرحمة والسلامة الدائمة للجميع. بح دولار لا تفتش عنه لا في المصارف ولا في المؤسسات غير المصرفية. السبب خلاصة سلسلة التدابير المصرفية والتعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان التي تناولت المودعين الذين تتجاوز حساباتهم 3000 دولار، وإمكان أن يقوموا بسحوبات بالليرة على أساس سعر السوق والذي حددته المصارف ب 2600 ليرة فيما السعر الرسمي 1507. واليوم يدخل حيز التنفيذ تعميم المركزي الذي طلب من المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج، أن تسدده بالليرة ووفق سعر السوق. ولا دولار أيضا عند الصرافين حتى الاثنين، بعدما أعلنت نقابة الصرافين ليلا الانسحاب من التعامل ووقف التداول كخطوة احتجاجية تحذيرا من استمرار تدهور سعر صرف الليرة إزاء الدولار، على ذلك يكبح ارتفاع سعر الصرف. وأملت النقابة من السلطات السياسية والرقابية والقضائية والأمنية التدخل، ولا سيما لقمع الحالة الشاذة المتمثلة بمنتحلي صفة صراف وسائر العوامل السلبية المؤدية إلى تدهور سعر الصرف كما جاء في البيان.
بح دولار لا ينفي وجود سوق السوداء حيث تقدم أو حيث تقدم الورقة الخضراء آخر عروضاتها التي لامست 4000 ليرة. وسيقتصر وجود الدولار بدءا من اليوم على الأموال الطازجة أو الفريش موني الواردة عبر المصارف حصرا، علما بأن هذه الآلية تشوبها عيوب لجهة الالتزام بصرف كامل مبلغ التحويل واشتراط الموعد المسبق ونسب العمولة وسواها. الدولار يغني على ليلى والكباش محمومة بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي وسط تبادل اتهامات وشد حبال. الحكومة تحاول إثبات الحضور حيث كانت غائبة ولا تزال تضخ بين الحين والآخر إبرة مورفين عن إنجاز قريب للخطة الاقتصادية والمالية. الحاكم يدافع عن نفسه مستندا إلى تنصل الحكومة من مسؤولياتها في فشلها في إتمام التعيينات المالية وإقرار مشروع قانون القيود على التحويلات أو الكابيتال كنترول، فيما حاولت تمرير ورقة مالية حول اقتطاع ودائع بنسب مرتفعة جدا تصل إلى 60% أجهضها رئيس مجلس النواب. وفي اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشيل عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي جرى البحث بموضوع التعميم الأخير الذي أصدره الحاكم وأثره المحتمل على ارتفاع سعر الدولار. التباين في وجهات النظر ولا سيما بين رئيس الحكومة والحاكم بشأن أسباب ارتفاع الدولار كان واضحا في اجتماع السراي الأخير الذي ضم دياب ووزير المالية غازي وزني ووزيرة الدفاع زينة عكر والحاكم سلامي. فدياب رمى المسؤولية على التعميم التي أصدرها الحاكم مطالبا أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان حول هذه الإجراءات، فيما اعتبر سلامي أن الخطة المالية للحكومة هي المسؤولة عن تدهور سعر الصرف بسبب تحديد السقف له ب3000 ليرة سنة 2024. وزير المالية غازي وزني تحدث عن ارتفاع الدولار ورأى أن ما حصل مضاربة قوية وتلاعب في السوق ينطلق من أبعاد سياسية بامتياز، وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين وقلقهم ما أحدث زيادة في الطلب على الدولار. وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة الأخبار فإن دياب استدعى سلامي بعد جلسة مجلس النواب أول من أمس وأبلغه بأن وضع الليرة لم يعد يحتمل وعلى المصرف المركزي أن يتدخل فورا لوقف الانهيار. فرفض سلامي وقال لرئيس الحكومة ما في اتدخل، ما معي مصاري. فذكره دياب بإعلانه سابقا أنه لديك 21 مليار دولار، وقلت أيضا إنك ستمول استيراد النفط بحوالي 3 مليارات دولار، والآن سعر النفط هبط بشكل كبير والفاتورة النفطية هبطت على الأقل حوالي 30% ولا تزال تهبط، استعمل المليار الوافر لديك لكي تجمد الانهيار. فرد سلامي ودائما بحسب المعلومات لصحيفة الأخبار أن هذه الإجراءات لن تنفع وهي هدر للمال، والحل الوحيد هو أن تحضر 15 مليار دولار من الخارج. وقال سلامي إن الناس سيعتادون على ارتفاع الأسعار وسيعتاشون يتعايشون معه، وما حدا رح يجوع قبل أن يدافع عن استقلالية المصرف المركزي القانونية. فريق الثامن من أذار أشاع في الساعات الماضية أجواء عن اتجاهات للنيل من الحاكم عبر إقالته، فيما رجحت مصادر مطلعة أن يكون هناك توجه إلى اللوم أو رفع سقف الكلام لجهة أن الحكومة في غربة عن القرارات التي يتخذها حاكم مصرف لبنان. واعتبرت مصادر وزارية أن إقالة حاكم مصرف لبنان غير واردة قبل انتهاء ولايته إلا بشروط ضيقة حددها قانون النقد والتسليف، وأي إقالة تحتاج إلى تعديل لقانون النقد والتسليف في مجلس النواب. ولم تستبعد أوساط أن يكون سلامي قد فاتح الرئيسين عون ودياب بموضوع استقالته وإن كان الأمر غير مؤكد. وأمام هذا التصعيد إزاء الحاكم ترددت معلومات عن أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب الرئيس دياب في اتصال مع وزير بارز مقرب منه بعدم استعمال الحاكم ككبش محرقة والإنقاذ لا يكون بهذه الطريقة، ودعا الحكومة إلى حل المشكلة المالية. رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص شرح لإذاعتنا هذا الصباح
حدود العلاقة بين الحاكم والحكومة. بهالموضوع منرجع لقانون النقد والتسليف. في عدة مواد بتحكم العلاقة بين الحاكم وبين الحكومة. الحاكم ما ننسى أنه اليوم بيقوم بهالدور دون مجلس مركزي. تلاحظي التعاميم اللي بيعملها بيمارس دوره بغية تأمين عمل مصر في لبنان استنادا إلى مبدأ المرفأ العام واستمرار المرفأ العام. وبالتالي هون الصلاحيات ما بيخضع هو كمصر في لبنان لقواعد الإدارة والتسيير والرقابة العائدة لمؤسسات القطاع العام، مش مثل الإدارات العامة. يعني الحاكم مش موظف تحت سلطة وزير القانون، لبل النقد والتسليف عطيه أوسع الصلاحيات لإدارة المصرف وتسيير أعماله. هون يكون يعني عمليا محكوم من جهة بالاستقلالية اللي عنده إياها، لكن وهون بقول لك على المواد اللي بتعني الحكومة ساعتها، لكن محكوم أيضا بالتعاون مع الحكومة حسب 71 المادة 71 نقد وتسليف وما يليها. كمان هون 72 بتقلك انه هو يطلع المصري الحكومي على الامور اللي بتضر بالاقتصاد وبالنقد، والحكومة تستشير مصر في لبنان وليس العكس. تري على العبارات شو مهمين، بمعنى قديش في تعاون ولكن في توازن وفصل، مثل ما العلاقة بين الحكومة والمجلس النيابي مع الفارق بالطبيعة طبعا. وركز آخر شيء على مادتين هون بيعنوا هالشيء، بيعنوا رقابة الحكومة على مصر في لبنان هالمرة، 75 و43. شو بتقلك؟ يستعمل المصرف المركزي الوسائل التي يراها من شأنها تأمين ثبات القطع، هو بيرتقي، لكن يعمل في ذلك بالاتفاق مع وزير المال عندما يعني بيشتري وبيبيع عملات أجنبية. وأخيرا بشدد هون أنه بحال كان في تعارض في النظرة إلى أمور جوهرية كثير مهمة، المادة 43 تعطي الحق لمفوض الحكومة لدى المجلس المركزي أنه هو يطلب تبليغ قراراته كمجلس مركزي ويطلب هون تعليقه. فوزير المال إذا لم يبت في الأمر خلال 5 أيام من تاريخ التعليق يعتبر القرار نافذ. شوفي هالعلاقة قد شيء متوازنة. شو نستنتج؟ أنه لا يمكن أن يكون الحاكم على تضاد أو عنقيد مع الحكومة، وكأنما بيناتهم بيكونوا متجانسين بنفذوا سياسة حكومية بالمطلق، نقدية مالية موحدة في جوهرها وفي مفاعيلها. دكتور مرقص، بضوء لكن يلي عم بيحصل، هل هناك تنصل؟ هل هناك نوع من غسل الأيدي من السلطة السياسية اللي بالنسبة لحاكم مصر في لبنان؟ لكن هون عندما بيصير في أي إجراء، هو تحديدا مثل ما عم بيشاع وتفضلتي وقلتي عن إقالة للحاكم، المادة 19 واضحة من قانون النقد والتسليف، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت حسب الأصول أو لإخلاله بواجبات وظيفية أساسية، يعني صرف نفوذ، رشوة، اختلاس، إساءة أمانة، أو إذا ارتكب خطأ فادح في تسيير الأعمال. خطأ فادح، خطأ جسيم، يعني فوت لورد أو فوت جراف. شو هي بهالمعنى؟ يعني هل هو مثلا أقدم على إجراء أدى إلى أمر خطير على النقد وعلى الاقتصاد بالعموم؟ هذا أمر بحاجة إلى إثباته طبعا، منه أمر هين إقالة الحاكم. إقالته لها شروط ضيقة في القانون. مين اللي بيقرر يعني الاتهام بحد ذاته؟ يعني عم بتقول إن خطأ جسيم، هذا خطأ جسيم قد يكون يوم انهيار الليرة اللبنانية، هذا خطأ جسيم كمان. بدك تشوفي إذا هذا الإجراء اللي أخده أو هذا التعميم اللي صدره هالقرار هو اللي أدى بعينه إلى تدهور سعر الصرف. طبعا هون الحكومة بتقدر، يعني آخر شيء السلطة التقديرية للحكومة، لكن عملها يقع تحت رقابة أيضا القضاء. وبالتالي ليس ما يمنع أن يتم تظلم من هذا القرار، يعني مقاضاة الدولة اللبنانية على أنها أخذت قرار غير مناسب ولم يكن هنالك خطأ فادح بالنهاية
الأعمال الحكومية تحت الرقابة القضائية. وفي تطور يتوقع أن تكون له انعكاسات، امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج. مجلس الوزراء يبحث اليوم في التدقيق المالي لمصرف لبنان ويناقش ورقة بعنوان تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وهي تتضمن 6 تدابير من أبرزها التحقيق الضريبي الداخلي والخارجي والتحقيق المحاسبي وتطبيق المادة 4 من قانون الإثراء غير المشروع التي تطاول أولاً التحقق من تقديم الوزراء والنواب بمن فيهم الذين انتهت ولايتهم خلال السنوات 5 الأخيرة التصاريح عن ثرواتهم، كما تطبيق المادة 12 التي تتناول إجراء الاستقصاءات والتحريات عن جميع الشخصيات التي شغلت وتشغل مناصب وزارية ونيابية مع إعداد تقارير مفصلة حول مظاهر ثرواتهم. رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن مظلة الأمان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين هي أن تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الأوان إلى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية، وقال على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس. وأوفد بري النائب علي حسن خليل إلى السرايا الكبيرة حيث التقى الرئيس دياب في محاولة منه لتبديد سوء التفاهم الذي حصل في نهاية الجلسة التشريعية، وتم الاتفاق على أن المشروع المتعلق بال1200 مليار ليرة سيعرض على اللجان لإنجازه على أن يرى النور لاحقا. النائب اليسحن كاش رأى أن رئيس الحكومة محق بقوله أن الحكومة تعرضت لسبعين كارثة خلال 70 يوما من عمرها، إلا أن الحكم استمرارية ولا سيما لجهة تنفيذ مطالب الثورة بمكافحة الفساد والفاسدين عبر قضاء مستقل وبانتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة. حنكش وفي حديث للأنباء الكويتية شدد على أن البلد لا يستطيع الاستمرار في هذا النهج الذي أثبت فشله بكل المستويات، وإذا أرادت الحكومة فعلا إخراج لبنان من النفق فعليها أن تتحلى بالجرأة في اتخاذ القرارات، وذلك بتنصلها من ارتباط غالبية الوزراء بأجندات الأحزاب التابعين لها، وإلا ستبقى الثقة مفقودة بها من قبل الشعب والمجتمعين العربي والدولي. شرارة التصعيد انطلقت مع تظاهرات تماهت مع توجهات الثنائي الشيعي. أبرز التحركات الاحتجاجية حصلت أمام مصرف لبنان في الحمرة، حيث احتشد عدد من المحتجين لساعات رافعين شعارات مناهضة للسياسات المالية ولحاكم مصرف لبنان، وسرعان ما اتجهت مجموعات من المحتجين بالدراجات النارية إلى وسط بيروت أيضا، حيث عمدت إلى تحطيم مجسمات للثورة. وحصلت تجمعات واعتصامات في صيدا أمام فرع مصرف لبنان واصطدم بعضها بالجيش، فجرى توقيف عدد من المحتجين تم إطلاق سراحهم لاحقا، وعمد محتجون آخرون إلى قطع طرق رئيسة وأوتوسترادات في الجي والضبي والبقاع الشمالي والبقاع الأوسط، وسارع الجيش إلى فتحها. رحلات المغتربين هل تصحح أخطاء التجربة الأولى؟ بعد الفاصل. محطة دستورية قانونية في ساعة من العمر مع الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، كيف تصرف مع الرئيس سعد الحريري والتصريح عن أمواله الخاصة؟ بعد الانتخابات النيابية في نواب يلي فازوا بالانتخابات بنقدموا تصريح الرئيس المجلس الدستوري، أول ما الرئيس الحريري بعت لي التصريح مع محامي ردت له إيه، قلت له بده يجي هو شخصيا. ساعة من العمر مع الدكتور شرب المارون الجمعة 1:30 عبر صوت لبنان. حوار أونلاين. رح أحكيكم عن المستقبل، مستقبل الحكومة، مستقبل الثورة، مستقبل المعارضة بزمن الكورونا وبزمن ما بعد
بعد الكورونا، بوقت صار كتير صعب أنك تفكر بالسياسي من دون الاقتصاد أو بالاقتصاد من دون السياسي. أنا سليم الصايغ، لاقوني على حوار أونلاين صوت لبنان. حوار أونلاين مع جورج العلي الجمعة بعد نشرة أخبار 5:15 عبر صوت لبنان. الأجور تتآكل وفرص العمل إلى انعدام والقدرة الشرائية تتراجع ولقمة العيش في خطر، فما العمل وهل ثورة الجياع آتية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، ومداخلة لرئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه ومعنيين. الجمعة بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. يمكنكم طرح أسئلتكم عبر استخدام هاشتاك صحتك ببيتك من خلال عنوان صوت لبنان على تويتر @صوتلبنان. يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم يسبق جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ توصية يرجح أن تكون تمديد حال التعبئة لمدة أسبوعين إضافيين، أي ما بين 10 أو 15 من أيار المقبل، وهي التوصية التي سيأخذ بها مجلس الوزراء ويقرها. مجلس الوزراء سيبحث إذن تدابير الكورونا وخطة المرحلة الثانية من الرحلات لإجلاء اللبنانيين من الخارج، إلى جانب اقتراح وزارة الاتصالات تمديد إعفاء اشتراك الإنترنت حتى حزيران وإعطاء جيجا بايت إضافية 100 إضافية مجانا شهريا. في هذا الوقت أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 688 إصابة. وأعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عن إصابة 4 أشخاص بالفيروس في مخيم الجليل. ووفق جدول رحلات العودة الذي وضعته وزارة الخارجية، تصل إلى بيروت أولى رحلات المرحلة الثانية من عودة المغتربين في 28 من الجاري وتنتهي في 7 من أيار، وبفارق زمني يمتد على 48 ساعة إفساحا في المجال أمام صدور نتائج اختبارات PCR للعائدين. حول هذا الموضوع وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مندوبتنا جوزفين أبي غصن. جوزفين صباح الخير. صباح الخير دعاء. بالحقيقة هناك امتعاض كبير في صفوف أبناء الجالية اللبنانية وخصوصا الطلاب منهم بعد صدور برنامج رحلات الإجلاء للأسبوع المقبل من بلدان الانتشار اعتبارا من الثلاثاء، حسب ما اتصلوا بنا سواء من بلجيكا التي لم تلحظ في جدول الإجلاء للراغبين بالعودة لا في المرحلة الأولى ولا في الثانية المقررة الأسبوع المقبل، أو من إيطاليا وتحديدا ميلانو، بحيث نقل كاهن رعية مرشربل في ميلانو الأب أسعد سعد لإذاعتنا معاناة الطلاب من جراء عدم توفر المال لديهم بعد عملية تقنين التحويل المالية من لبنان وتوقف الوظائف والأعمال الإضافية التي كانوا يقومون بها إلى جانب دراستهم في الخارج. وأشار الأب سعد إلى أن عددا منهم يرغب بالعودة ويطالب بتأمين طائرة إلى ميلانو لأن المشقات كبيرة للانتقال إلى روما. وطبعا سنتابع هذا الموضوع مع مجموعة من الطلاب حصلنا على أسمائهم على أمل مساعدتهم. شكرا لمندوبتنا جوزفين أبي غصن. والآن ننتقل مباشرة إلى بلجيكا، وينضم إلينا من هناك رئيس المجلس الاغترابي في بلجيكا مارون كرم. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. هل يمكنك أن تضعنا في جو الملاحظات الجالية اللبنانية على جدول رحلات الدفعة الثانية للمغتربين؟ يعني تفاجأنا بالحقيقة أنه وقت شفنا كل هالرحلات اللي بدهم يعملوها من أوروبا لأفريقيا لأمريكا لروسيا، ما بعرف لوين بدهم يجيبوا لا مش أمريكا يعني غير وين البلدان، بس أنه عشرات البلدان. وتفاجأنا أنه بلجيكا يلي هي يعني منوها 3 رحلات عادة بالأيام العادية ما منهم بيعطين ولا رحلة. أنا هون بناشد يعني دولة رئيس مجلس الوزراء الحريص على عودة اللبنانيين من الخارج إنه ينظر لهالطلاب الموجودين في بلجيكا، وخاصة إنه في خط يعني طيران مثل ما حكينا من بروكسل لبيروت بالأيام العادية 3 مرات،
وبالهاي سيزن بزيدون 5 مرات، كيف لا بإطار إجلاء ما بينبعث ولا رحلة على بلجيكا؟ يعني في شيء غلط هون. نعم، أديش عدد الطلاب؟ ما دام عندنا موجود نحن عندنا حوالي 50 طالب هلا اللي مقدمين طلبات ليرجعوا على لبنان. نعم. وعندنا يعني حياتهم يعني اليوم صارت ما لنا كثير منيحه هون، بتعرفي انت كيف حياتها، انه المعيشه صارت سيئه اقتصاديا واوضاعهم يعني ما لنا كثير منيحه. بعدين عندنا عشرات العائلات غير الطلاب كمان يعني عم بيحبين ينزلوا او مجروبين، اللي كانوا جايين الناس جاي تعمل شوبينج ولا جاي تعمل تجاره ولا جاي انقسمت العيال اللي عن بعضها. نعم. وبعدين كمان عنا بالجسم الطبي عنا حوالي غير الأطباء الموجودين بهون، يعني اللي عنا اللبناني اللي بلجيكي، عنا كمان الممرضين والممرضات اللي عندنا عقود اللي اجوا من لبنان على بلجيكا كمان، وبتعرف يومين بالشفوف الأمامية هودي. طيب هل هناك إصابات بالكورونا بين الجالية اللبنانية؟ أكيد فيه، أكيد في، بس الحمد لله إنه ماشي حاله. أكيد عنا عشرات الحالات من اللبنانيين كمان مصابين بالكورونا، بس يلي هني مقيمين هون، عارف كيف؟ نعم. شكرا. أنا بطلب يعني اليوم، نعم. لا تفضل. إيه مثل ما حكينا إنه العائلات اللي موجودة هون مثلاً أولادهم تحت إن هون مجروبين أو بالعكس تمام، أنا بطلب اليوم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وتخصيص عدد من الرحلات نقل هؤلاء أسوة بغير بلدان اللي عم بتم إجلاء الرعاية منها. يعني هذا عم بطلب أنا من دولة رئيس مجلس الوزراء. نعم، شكرا لرئيس المجلس الاغترابي في بلجيكا مارون كرم، حدثنا مباشرة من بلجيكا. وفي ظل استمرار التعبئة العامة بسبب كورونا، وزير التربية طارق المجذوب جال على قصر بعبدة وعين التيني محاولا استمزاج الآراء حول مصير العام الدراسي، وإذ أكد أن إعطاء الإفادات هو أبغض الحلال، لفت إلى أن القرار بشأن الامتحانات الرسمية سيتخذ قريبا. صار واضح، لن يعلن اليوم، ولكن في يعني يمكن نقول صرنا بالمربع الأخير لإعلانه هالموضوع. الهدف الرئيسي الحفاظ على حياة كل تلميذ وطالب لبناني. ما استطعنا نحن حاليا، هذه البرامج لم تستكمل، وبالتالي لابد إيجاد صيغة معينة لنوصل لمرحلة يطلع عنا جيل، مش جيل جاهل، جيل مثقف. أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس العودة إلى العمل بدءا من اليوم في تجاوز لقرار التعبئة العامة. أنا بدعي كل السائقين تبع الفنات والأوتوبيسات والشاحنات ينزلوا على الشارع ويشتغلوا وفق الآلية اللي عملها وزير الداخلية. اختاروا سياسة التطنيش، نحن اخترنا سياسة العمل. اليوم أول أيام رمضان المبارك في عدد من الدول العربية بعد أن أعلنت السعودية ثبوت رؤية الهلال مساء أمس. العاهل السعودي اعتبر أننا نعيش مع دخول رمضان ظرفا بالغ الأثر على البشرية، آملا أن يحمل هذا الشهر الكريم في ظلاله شفاء عاجلا لكل مريض وسلامة دائمة لكل إنسان. هذا وقررت مصر والجزائر والإمارات تخفيف إجراءات العزل خلال شهر رمضان. أخفق دواء ريمديزيفير في أول التجارب الطبية التي أجريت في الصين في علاج المصابين بفيروس الكورونا، وأظهرت الدراسة أن الدواء لم يكن ناجحا في علاج المرضى. في المقابل بدأت جامعة أكسفورد البريطانية تجارب سريرية على البشر على لقاح تجريبي للتحصين من الفيروس، معربة عن أمل طموح للغاية في أن تجعله متاحا في الخريف المقبل لاستخدامه على نطاق واسع. وأودى كورونا حتى اليوم بحياة 184 ألفا حول العالم، فيما نجح نحو 700 ألف شخص بالتغلب عليه، وتجاوز عدد الإصابات 2,300,000 إصابة رسميا في 193 دولة. وفي الولايات المتحدة تجاوزت وفيات الكورونا 24 ألفا مع تسجيل 3,171 وفاة
في الساعات 24 الماضية، وأقر مجلس النواب الأمريكي خطة جديدة ب 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد. منظمة الصحة العالمية لفتت إلى أن نصف وفيات كورونا في أوروبا كانت في دور رعاية المسنين، محذرة من أن مكافحة الفيروس ستكون طويلة الأمد. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. ترتفع درجات الحرارة مع أجواء مغبرة، ويتوقع حصول بعض التقلبات الجوية في فترة ما بعد الظهر قد تؤدي إلى هطول أمطار موحلة. كان في هذه النشرة: الدولار يفقد عقاله ويحرق الليرة، وسلامي كبش محرقة السلطة، وبول مرقص لصوت لبنان. الحاكم مش موظف تحت سلطة وزير القانون، محكوم بالاستقلالية اللي عنده إياها، لكن محكوم أيضا بالتعاون مع الحكومة. مجلس الوزراء يناقش تدابير للتحقيق الضريبي، وهيئة التحقيق الخاصة تمتنع عن تزويد عويدات بأسماء حولوا أموالا إلى الخارج. احتجاجات أمام مصرف لبنان ومطالبة بإسقاط الحاكم وقطع طرق ليلا. كورونا لبنان 688 إصابة وأربع إصابات في مخيم الجليل، وشكوى متجددة للمغتربين من جدول رحلات العودة. اليوم أول أيام رمضان المبارك في لبنان وعدد من الدول العربية. لهذا نصل إلى ختام النشرة، ونشكر لكم حسن المتابعة.